لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن موضوع الحكم الشرعي لزيارة القبور. كنا في الفترة الصباحية قد تحدثنا عن موضوع حقيقة الحياة والموت، وجاءتنا أسئلة من طرف بعض المستمعين عن حكم الشريعة الإسلامية في زيارة القبور خصوصا للنساء، وكذا زيارة غير المسلمين من الموتى، وأيضا ما الآداب التي شرعها الدين في هذا المجال. ونريد أن نقول باختصار أن زيارة القبور هي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وفعلها صحابته رجالا ونساء. أي نعم، في أول الإسلام كان هناك النهي عن زيارة القبور لأن الناس كانوا حديث عهد بالجاهلية، فكانت المقابر فيها الكثير من المخالفات، يجتمع الرجال والنساء ويبدأ البكاء والنحيب وخدش الوجوه وشق الجيوب والرتاء بدعاء الجاهلية. لهذه الأسباب وغيرها، في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. ولكن فيما بعد، لما دخل الإيمان إلى قلوب المسلمين وازدادوا أدبا وخلقا، آنذاك ربنا عز وجل رفع عنهم هذا المنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. وفي رواية أخرى قال: الحكمة، فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يذهب إلى المقبرة فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يلتزم ببعض الآداب، من أبرزها أن يذهب في خشوع ويذهب منكسر، لا يذهب وهو متكبر أو متعجرف، يذهب وهو منكسر، لأنه سوف يدخل إلى مدينة من الأموات وهم أحياء عند ربهم يرزقون. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا إلى المقبرة أن نبدأ بالسلام على أهلها، فنقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. في هذه الصيغة وغيرها من الصيغ: سلام عليكم أهل قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. صيغ كثيرة كلها صحيحة، فيها دعاء لأهل المقبرة. وهذه الأدعية كان جبريل عليه السلام أمين الوحي هو الذي يلقنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها، لما أراد أن يخرج النبي الكريم إلى مقبرة البقيع ولم يكن يدري ماذا يقول، فكان جبريل عليه السلام يقول الكلمات والنبي يردد من خلفه والصحابة يسمعون ويسجلون. فمثلا لما وصل إلى البقيع
وهي مقبرة كبيرة في المدينة المنورة، الآن يزورها الحجاج والمعتمرون، فيها ما يزيد عن 10,000 صحابي. لما كان يدخل يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع القرقد. وصيغ أخرى كثيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل إلى مقبرة يدخل وهو يبدو عليه الوجل ويبدو عليه الخشوع، لأن المقام مقام فيه رهبة، فيه أناس ربنا أخذ منهم أرواحهم وانتقلوا إلى دار البقاء. كان من الأدعية الكثيرة الثابتة أنه كان يقول: نسأل الله لكم ولنا العافية، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة والأرواح الباقية التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحا منك وسلاما، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا دخلنا إلى المقبرة أن نقول هذه الأدعية احتراما وتقديرا. ثم أمرنا بأن هذا القبر ينبغي أن يصان وأن ينظف مكانه، فلا بد أن تكون المقابر فيها نظافة وفيها احترام وفيها تقدير. ونحيي الكثير من الجهات التي تعتني بالمقابر، ونأسف عن مقابر أخرى يطالها الإهمال. المفروض أن المقبرة ينبغي أن تكون أيضا تحظى بالكثير من الاهتمام من حيث النظافة ومن حيث الصيانة ومن حيث المنظر الجميل الذي فيه نظام وانتظام. ثم بعد ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نجلس على المقابر، فلا بد أننا نحترمها، ندخل إذا استطعنا حفاة في أقدامنا، ونتجنب أن نجلس عليها، لأن بعض الناس كانوا في الجاهلية يتساهلون أنهم يمرون بأقدامهم على المقابر ويطؤون عليها بل ويجلسون عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، قال: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتمزق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فالإنسان في الإسلام هو مكرم ومحترم سواء كان حيا أو كان ميتا، وعلى الإنسان أنه يزور العائلة والمقربين وأمواته ولا يهملهم، دائما يزورهم ويتذكرهم ولا ينساهم ولا يهملهم إلا بعذر. سؤال كثير ما يتردد بين الناس: هل هذا الميت هو يشعر بأهله عندما يزورونه؟ الواقع أن هذه المسألة فيها الكثير من الكلام، وجمهور أهل العلم أنه فعلا أن الميت يستأنس بزيارة أهله، لما نزور ميتا لنا من الأقارب فهو يستأنس بزيارتنا، لما نزوره ونمكت معه هنيهة وندعو له بالرحمة والمغفرة فهو يستأنس بنا. وقد جاء في بعض الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. فربنا عز وجل تكلم عن المؤمنين قال لهم: بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء. والعلماء تكلموا على إثبات سماع الموتى، الموتى يسمعون. وفي هذا الباب هناك روايات وقصص كثيرة مذكورة عن الصالحين في كتب معروفة ككتاب الروح لابن قيم الجوزية رحمه الله، جمع فيه الكثير من الكرامات والمواعظ لبعض الناس زارهم في المقابر ورأى كيف أنهم يتفاعلون. وكذلك شيخ الإسلام
الإمام الغزالي في كتابه الإحياء في علوم الدين ذكر الكثير من هذه المواعظ والروايات والقصص عن الصالحين من أهل الله لما رأوا كرامات ورأوا خيرات، بأن لا تعتقد بأن الأموات انتهى أمرهم، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وكثير من الأحبة الكرام يتساءلون عن حكم زيارة النساء للقبور. ما هو متفق عليه بين العلماء أن النساء يمنعون من اتباع الجنائز، هذا متفق عليه لأن هناك أحاديث كثيرة صحيحة، وأيضا لأن فيها مفاسد، فإذا مات الميت يتبعه الرجال فقط ولا يتبعه النساء، هذا في اتباع الجنائز، لأن النساء معروفات فيهم الرأفة وفيهم الحنان وفيهم العاطفة قوية، فمنعوا من اتباع الجنائز لما تخرج من البيت ويتم توجه بها إلى المقبرة. أما بعد ذلك لهن أن يزرن المقابر، فهذا المنع قالوا بأن المرأة عندها رقة في القلب، والمرأة لا تكاد تتحمل المصائب، وهي سريعة البكاء، ولما تفقد قريبا لها إما والدها وإما زوجها وإما أخاها وإما أختها وغير ذلك من الأحبة، فإنها من شدة الحزن ترفع الصوت بالنحيب. لهذا العلماء قالوا بمنع النساء من اتباع الجنائز. أما زيارة القبور فهناك من كرهها، هناك بعض العلماء كرهها لهذه الأسباب، ولكن علماء آخرين كالمذهب الحنفي معروف أبو حنيفة النعمان الذي كان دائما ينتصر لقضايا حقوق الإنسان وقضايا المرأة، كان يقول إن حكم زيارة القبور للنساء مندوبة، مندوبة كما هي مندوبة للرجال، يعني النساء شقائق الرجال في الأحكام، فهي ليست فقط مباحة بل هي مندوبة، فيها أجر وتواب، لأن المرأة لما تزور المقبرة تشعر بالإيمان وبالتواضع وتخشى الله تعالى. لكن هناك فريق من العلماء الذين يكرهون زيارة النساء للمقابر، يستدلون ببعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فقالوا هذا دليل على أن من تزور القبر تتبعها اللعنة. إلا أن الفقهاء المجيزين للزيارة يقول هذا اللعن إنما هو للمكترات من الزيارة، مكترات لما تقتضيه الصيغة من المبالغة زوارات، لأنها لما تكتر دائما تسأل عنها لا تجدها في بيتها، دائما تخرج في الصباح تتجه إلى المقبرة تبكي وتقوم بأشياء ثم تعود، كل مرة إذا سألت عنها فين هي، راه غادي للمقبرة، جاية من المقبرة. هؤلاء يسمون الزوارات. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الفئة من النساء لأنهن كنا لا يصبرن بالقضاء والقدر. والدليل على أن المرأة تزور المقبرة، لما رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند القبر وقد فقدت ابنها فلدة كبدها، لقاها في المقبرة وقالت حدا القبر وكتبكي واحد البكاء شديد، فقال لها: يا امرأة اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة المقبرة ولم يطردها، وإنما أجاز لها أنها تبقى في المقبرة. فهذا فيه دليل على أنه لا مانع من المرأة أن تذهب إلى المقبرة، ولكن ينبغي أن تلتزم ببعض الشروط. من ذلك مثلا أن المرأة إذا ذهبت إلى المقبرة لا ينبغي أن تخرج متزينة أو متعطرة. كاين بعض النساء كتمشي للمقبرة وكأنها غادية لحفل زفاف، وطبعا هناك يقع الاختلاط بين الرجال والنساء، وعوض أن يصير الغاية من الزيارة هي الموعظة والاعتبار، يصير هناك إنسان لا يغض بصره وربما يبدي إعجابه. فالمرأة يجب أن تخرج إلى المقبرة مستترة محتشمة، تلبس لباسا فيه حشمة حتى لا تظهر زينتها أمام الرجال.
ثم تحرص أنها لا تختلط أثناء الزيارة مع الرجال، لأن كاين في بعض المقابر كنلقاو بحال السوق الرائجة، الرجال والنساء فيما بينهم، وهذا لا يليق. المنطقة هي ليس منطقة عادية، هذه مدينة الأموات، وهم صاروا أقرب إلى الله جل علاه، ويزعجهم أي عمل لو في معصية الرحمن. والأفضل أن المرأة إذا ذهبت إلى الزيارة أن تكون مع الرفقة الآمنة أو رفقة أحد محارمها، فالمرأة لا ينبغي أن تذهب بمفردها، خصوصا إذا كانت المقبرة توجد في منطقة بعيدة عن الناس أو في منطقة موحشة، قد تتعرض هذه المرأة للأذى، فعليها أن تذهب إما رفقة أحد محارمها أو مع الرفقة الآمنة، مع مجموعة النساء كيمشيو في واحد الحافلة أو كيمشيو في واحد السيارة، هما مجموعين باش تكون الحماية، خصوصا وأنا نعلم أن المقابر توجد في أماكن بعيدة عن المقرات السكنية. ثم إذا وصل الإنسان إلى ذلك المقام عليه أن يلتزم بالوقار ويلتزم بالسكينة، وإذا كان لابد أن يبكي فلا لا بأس، البكاء هو رحمة، لكن لا ينبغي أن تصدر عن النساء صوت العويل، صوت العويل، المرأة اللي كتبقى تهدد وكتقول واحد الكلمات في رثاء الفقيد بصوت عال، هذا هو الذي ممنوع. أما أن تبكي بكاء خفيفا فهذا من الرحمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه عبد الله بكى، أو ابنه إبراهيم رحمه الله تعالى بكى، فكان يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، كان يبكي حتى ابتلت لحيته، لكن دون أن يصدر عنه صوت ولا عويل، لأن الغاية من المقبرة الزيارة هو أخذ العظة والاعتبار بما آل إليه حال سكانها من الأموات. سؤال آخر يطرحه بعض الأحبة الكرام، هل يجوز أن نزور قبر غير المسلم؟ إنسان غير مسلم، إما قد يكون قريبا لك أو جارك هو يهودي أو مسيحي أو ربما لا تدري ديانته، هل يجوز أن نزور قبره؟ هو لا مانع من ذلك. العلماء متفقين أن زيارة قبر غير المسلم لا مانع منها، خصوصا إذا كان للاتعاظ وتذكرة الآخرة، إلا أن العلماء قالوا بأنه لا يجوز أننا نترحم عليه، لأنه لم يكن يعترف بالله ولم يكن يعترف برسول الله ولم يكن يعترف بالدين الإسلامي، فقال هذا الرحمة إنما تكون على المؤمنين. نقول في الدعاء: من شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أما إذا كان إنسان غير مسلم مثلا في أوروبا أو في أمريكا في المهجر، فهذا من باب الأداب فقط، الأداب أنك تزور معهم القبر وتقف وقفة صمت وتتعظ وتتذكر الآخرة دون أنك تدعو له بالرحمة، ولكن الأمر لله، ربنا عز وجل إن شاء رحمنا ورحمه ورحم جميع عباده. هذا فقط من باب بيان عزة الإسلام وكرامة الدين. ثم الإنسان إذا ذهب عليه أن يخلع حذاءه، فاخلع، لما قال ربنا عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام قال لي اخلع الحذاء ديالك، فبعض العلماء قالوا المقصود ليس هو خلع الحذاء وإنما أن تخرج من كبريائك ومن عظمتك ومن عجرفتك. فالناس ملي كيمشيو للمقبرة كنلقاو بعض المرات شي واحد رفيع المقام كيمشيو معاه السادة القوم، أثرياء كبار ورجال سلطة وناس عندهم سلطة نافذة في مقامات رفيعة، فالناس يختلطون في ذلك المقام، ليس هناك لا مناصب ولا مراتب، فنحن كلنا سواء، نشعر بالمآلنا، هذا هو المآل الذي سوف نذهب إليه. فكانوا العلماء يقولوا من الأداب أن تخلع حذاءك، اخلعنا عليك،
لماذا هذا الحذاء؟ لان فيه عاده تيكون الكبرياء ملي يكون لابس الانسان الحذاء ديالو، معنى راه يعتد بنفسه. لما قال ربنا عز وجل لسيدنا موسى اخلع نعليك، معنى تواضع، تواضع. ولكن كيقول العلماء اذا كان المقبره لا تستدعي انك تزيل حذاءك، اذا كان فيها الشوك في الطريق، او كانت الارض فيها الحصى، او الناس يتادون بخلع احذيتهم، فلا باس ان الانسان لا يزيلها. ثم من الاداب ايضا في المقبره ان بعض الناس يضعون الجريد ديال النخل او الرياحين او الزهور على المقابر، فهذا ايضا بعض العلماء منعوه، ولكن الاصل انه من السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين سمع بكاء ونحيب، فقال ان هؤلاء لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، فوضع جريد النخل وبعض الزهور وسقى بالماء، قال لعل الله تعالى ان يخفف عنهما ما لم تيبس. فهذا هو الاصل، انه لا مانع ان نضع في القبر هذه النباتات الخضراء ونسقيها. ايضا قراءة القرآن الكريم، هناك من منع قراءة القرآن الكريم عند المقابر، فكيقول القرآن انزل للاحياء، لما يقول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، ويقول واتموا الحج والعمرة لله، هذه اوامر، والميت مات. فنقول بان القرآن الكريم هو ليس فقط اوامر ونواهي، وانما هو بركات وانوار، فلا حرج ان نقرأ ما تيسر من القرآن العظيم، خصوصا ما جاء في السنة، اقرأوا ياسين على موتاكم، أو نقرأ الأدعية في خواتيم سورة البقرة، ونقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، هذا كله فيه رحمة وفيه بركة واستجلاب لرحمات الله عز وجل. ولعل أعظم زيارة هي زيارة قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم زيارة. الإنسان إذا كتب له أنه زار هذه المقبرة وزار القبر النبوي، يصل إلى المسجد النبوي، يصلي ركعتين تحية المسجد، ويدخل إلى الحجرة الشريفة، ويقف تأدبا وإجلالا للنبي الكريم، ويسلم عليه دون أن يرفع صوته، يتكلم بصوت معتدل، السلام عليك يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا حبيب الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فهذا دليل على أن زيارة المقابر هي مباحة. وأعظم زيارة هي زيارة القبر النبوي الشريف في المدينة المنورة في المسجد النبوي. فعموما أيها الأحباب الكرام، هذه الزيارة الغاية منها هي أن الإنسان يتذكر مآله، وأنه سوف يصير يوما ما إلى القبور، ويتوب ويجدد التوبة ويجتهد في العمل، ثم أنه يدعو للميت بالرحمة والمغفرة، لا أن تنعكس القضية ويصبح الإنسان يزور القبر ويسأل صاحب القبر بأن يقضي حوائجه. فلا بد أننا نصحح عقيدتنا. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.